ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل انبوكسنج لمايك كوندنسر مايكروفون اس اف 666. المايك ده يا جماعه انا اشتريته من شركه سوق دوت كوم ب 176 جنيه تقريبا، والمايك كان معمول عليه عرض والمفروض كان يجي معاه وصله اللي هتظهر لكم صورتها فوق في الشاشه ديت، لكن الوصله انا ما اعرفش هي ما جاتش ليه. الوصله ديت مهمتها ان هي بتقدر تشغل لك المايك على الموبايل. فاول مايك دلوقتي شغال معايا على الموبايل لكن صوته ضعيف جدا، فانا اضطريت ان انا اشغله على الكمبيوتر. طبعا يا جماعه الوصله ديت بتحتاج ان انت تشغله على اللابتوب وعلى الموبايل، اما طبعا من غير الوصله ممكن تشغله على البي سي اللي هو الكمبيوتر المكتبي فقط. فطبعا لو انت عايز يعني يكون في جوده صوت عاليه ممكن تشتري كارت صوت اللي هو هيظهر لك صورته فوق ده. ده تقريبا سعره عامل 30 جنيه. الوصله لوحدها يا جماعه على سوق دوت كوم عامله حاجه و50 جنيه باين، لكن هي المفروض كانت تيجي مع المايك بس ما اعرفش هي ما جاتش ليه. طبعا زي ما احنا عارفين شركه سوق دوت كوم بتغلف الحاجه كويس جدا، وانا طبعا اشتريت منهم قبل كده مايك بويا بي واي ام 1 لكن حصلت فيه مشكله ورجعت المايك، وهم طبعا رجعوا لي كل الفلوس بتاعتي على حسابي في البرنامج، وبعد كده بقى قلت اشتري بالفلوس المايك ده. طبعا هنشوف المايك ده مع بعض كده. والمايك من مميزاته بيجي معاه حامل، والمايك سلكه 2 متر تقريبا وبيلقط صوت من على بعد كبير جدا، فهو مايك كويس جدا انا حاليا بسجل بيه. لكن مشكلته ان انت هتضطر بقى تعمل بعض التعديلات كده وتحط له تاثيرات من برامج تعديل الصوت زي طبعا برنامج اوداسيتي وبرنامج اوديشن. فطبعا بستخدم البرنامجين الاثنين، ولو عايزين اشرح لكم اي حاجه عنهم اكتبوا لي تحت في التعليقات. زي ما انتم شايفين اهوت ده المايك، هنبدا بقى ان احنا نفتحه. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. رابط قناه ميدو جيمز 55، القناه الثانيه هسيبها لك في صندوق الوصف، ادخل دلوقتي اشترك فيها عشان الالعاب اللي فيها ان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هنزل لكم العاب خلال الاسبوع الجاي ده. فطبعا كنت مستني المايك عشان كده ما نزلتش اي فيديوهات على القناه ديت ولا القناه الثانيه. طبعا هو ده الحامل، الحامل بيكون مصنوع من البلاستيك. طبعا انت لازم تخلي بالك وانت بتفتحه كويس جدا، لان ممكن لو انت نشفت عليه قوي ممكن الحامل ينكسر في ايدك على طول. طبعا المايك انا ما كنتش متوقع ان هو هيبقى تقيل شويه او كده، كنت مفكر الفلتر اللي فوق ده او الشبكه ديت كنت مفكرها من البلاستيك، لكن هي طلعت سلك عاديه زي اي مايك. وطبعا بيجي معاه السلك اللي باللون الاحمر. السلك ده يا جماعه طوله حوالي 2 متر تقريبا. هنبدا بقى ان احنا هنعلقه بقى دلوقتي ونجرب. طبعا انا بسجل بيه دلوقتي، فانت لو عايز تعرف فرق الصوت ادخل دلوقتي على اي فيديو قديم. زي ما انت شايف كده المايك اهوت، هحاول اوضحها لكم. مكتوب عليكم دولتسر مايكروفون اف اس 666. طبعا لو انت عايز تعرف فرق الصوت خش على اخر فيديو قبل الفيديو ده هتلاقي فرق الصوت باين عندك. طبعا بقى المايك هنضطر ان احنا كل مره نعدل على الصوت من خلال اي برنامج من البرامج اللي انا قلتها لكم. هنحط بقى المايك في الحامل، وكان كنا وصلنا نهايه الفيديو. يا ريت لو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك، لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. تنسيش تشترك في قناه ميدو جيمز 55. شكرا لكم على المتابعه، كان معاكم محمد جابر، والسلام عليكم.